خلينا كده يعني نروح للخبر ونشوف النهارده السيد الرئيس وهو بيفتتح مجمع او مصنع الكوارتز اللي موجود، ونشوف كمان اشياء كثيره جدا يمكن يعني تفضل بها السيد الرئيس ووجه مجموعه من الرسائل الهامه، كان من بينها دعوه سيادته الى الحكومه لازاله كافه المعوقات امام المستثمرين المصريين والاجانب للاستفاده من كافه الفرص التي تتيح زياده الانتاج والحد من الاستيراد وزياده التصدير. تعالوا نتابع مع حضراتكم مقتطف من هذا الكلمة لسيادة الرئيس، تفضلوا. أولا بقول إيه، إحنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس وسيد وزير البترول على يعني الهيئة وإذا كان لها معوقات بتقابلها أو كده، وده أمر إحنا حريصين على إن ما يبقاش فيه معوقات قدام أي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت. لو انت عملت الثلاث او الاربع مراحل اللي انت بتتكلم عليهم دول وبتقول ان هم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتله الغالبه او النسبه الغالبه منهم، مش كده؟ في يعني كفايه يعني انتاج محلي والباقي هيتصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره، بالظبط، صح كده؟ فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عمله كنت انا لو انا النهارده بستورد ثلاث اربع منتجات من اللي موجودين هنا، ده ليهم رقم، بالظبط، مش كده؟ وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصه كمان انك انت تصدر بره. طب بقول كده ليه؟ لان احنا ممكن كتير يقول لنا النهارده واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصة للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى، يعني يتقال كده. فده محتاج أتصور محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينية بصفة عامة عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسة جدا، الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوايد مباشرة بإن احنا بنستورد الكميات دي بالعملة الحرة أو بإن احنا نصدرها ويبقى لينا دخل.